يا مساء الفل عليك، ويوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على صدى البلد. يا رب تكونوا كده جميعا بخير، ويكون رمضان ماشي معاكم كده زي الفل، ويا رب كده يعني ربنا يكمل لنا كده الجو الحلو ده كده ايه لغايه ما نخلص ان شاء الله يعني ايام الصيام اللي جايه ان شاء الله. النهارده معانا فقرات ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم، بس قبل اي حاجه اسلم على اختي وزميلتي اللي مش مطلعه عيني خالص، الاستاذه نوره سامي. ازيك يا استاذه نوره؟ الاستاذه نوره سامي، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ انا حاساك جاي فايق النهارده. انا يعني يعني مش كل يوم مش كل يوم اجي نايم صح يعني ابدل شويه. ايوه، ايه الاخبار؟ كله زي الفل، انت عامله ايه؟ يا رب دايما الحمد لله كله كويس يا رب دايما. طيب النهارده ان شاء الله معانا فقرات حلوه كده تتبسطوا بيها. فالفقره اللي جايه طبعا يعني معروف انه شهر رمضان بنحتفل بقى بالاكل، ومش عارفه ازاي بنحتفل بالاكل، بس دايما يعني السفره بتاعتنا بتكون مليانه اكل، وبنحاول ان احنا نخترع اكلاتنا، نشوف اكلات جديده، نتعرف حتى على اكل جديد سواء من جوه مصر او من بره مصر. عشان كده الفقره اللي جايه هنتكلم عن المطبخ الصعيدي وعن تاريخ كمان المطبخ الصعيدي، ويمكن في اكلات كتير قوي بنعملها وما نعرفش انه اصلها من عندنا، وفي اكلات بتتعمل بره مصر وما نعرفش انه اصلها كمان من عندنا، ونشوف بقى عاداتهم ايه في الاكل في رمضان كمان والايام اللي احنا فيها دي. هيكون منورانا الكاتبه سميره عبد القادر والمهتمه بالمطبخ المصري وتاريخه، وهتحكي لنا بقى عن تراث المطبخ الصعيدي. فكرة صعبة بصراحة يا جماعة والواحد صايم، بس مفيش مشكلة إن شاء الله ربنا يعني كده يدينا الصبر على إن شاء الله على فكرة الأكل هنقعد نتكلم باستفاضة، وأنا عارف الموضوع هيبقى فيه شوق كده. يلا عامة ميعاد إفطار مش بعيد. طيب يا جماعة خلينا كده أبدأ معاكم بقى يعني حلقتنا كده بموضوع جميل، ويمكن يكون هو قائم شوية على ذكرياتنا كلنا، ويمكن لما بنيجي نتكلم عن ذكرياتنا ممكن كلنا بيلمس معايا كده مثلا فلاش، واحنا كلنا ممكن تلاقي معظمنا عنده قصة او كتاب او كتابين من فلاش، خصوصا بنتكلم عن رمضان اللي فات، ويمكن رمضان اللي فات اتعمل الجزء من فلاش، ويمكن كمان في تحضيرات لرمضان ده للجزء الثاني طبعا بعد نجاح الجزء الاول، وقد ايه ان كان في ناس كتير جدا منتظره حاجه زي دي، ان هم طبعا بيرجع لذكريات كتير، ومين فينا ممكن يكون لما بيجي يسمع فلاش ما بيرجعش بيه الزمن لتفاصيل كتير جدا عدى بيها، والشخصيات ممكن يكون ارتبط بيها جوه الكيان ده، ان انا بشوفه فعلا يا نوره في الاول وفي الاخر هو كيان وعالم احنا ممكن يكون عشنا فيه فترات وسنين طويله جدا. صح، يمكن زي ما انت قلت اغلب الناس كان عندها كتاب او كتابين، حتى على فكره اللي ما كانوش مهتمين بالقرايه فكان بيعجبهم قوي شكل الكتاب نفسه، ان هو دي كانت حاجه بتلفت نظري بالظبط، فيتفرجوا على الصور اللي فيه. فهتلاقوا اكيد في كل بيت مصري فيه كتاب من كتب فلاش. يمكن كمان انه كان من اكتر الاسباب اللي حببت الاطفال في القرايه، يعني لسه زي ما كنت بقول كده انه حتى الاطفال اللي ما كانتش بتحب القرايه بتحب تجيب الكتاب ده، فده كان بيشجعهم او بيساعدهم على القرايه. غير كمان انه كان في العاب وقصص كوميديه، وجوه كل قصه في حكمه او درس مهم جدا كان بيعلم الاطفال حاجه او بيحاول يعلمهم بشكل لطيف كده، من غير ما يكون بيقول حكمه او مسج دايركت يعني او بشكل مباشر، ودي كانت من اكتر الحاجات اللي بتميزه. بالظبط يا نوره، ويمكن زي ما انت كنت بتقولي فعلا في شخصيات كتير بقى، خليل المطحون والقبطان وعدلات، ويمكن كمان يعني سوري المواطن مطحون، فدي كان حاجات كتير احنا فعلا مرتبطين بيها وبنقدر نعرف تفاصيل كتير جدا. طيب علشان بقى نعرف تفاصيل اكتر منورنا دلوقتي الكاتب الكبير خالد الصفتي مؤلف سلسله فلاش، نعرف منه بقى كل التفاصيل. يا استاذ خالد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم على حضرتك يا رب. الله اكرم. استاذ خالد كده برضو حابين يعرف من حضرتك كده يعني في البدايه يعني الشغل على الموسم الثاني من المسلسل، يعني نقدر نقول هنشوفه امتى ويبدا عرضه امتى؟ انت تقصد الموسم، اصل الموسم الثاني هو بالفعل حاليا بيعرض على احدى المنصات الكبيره والشهيره. انما لو تقصد الموسم الثالث هنبتدي الشغل فيه امتى،
هيكون بعد انتهاء العيد يعني اسبوعين ثلاثه كده ان شاء الله. طيب حابين برضو نسأل حضرتك عن أهم القضايا أو الموضوعات اللي انتوا بتتناقشوا فيها في الجزء الثاني، إيه هي؟ هي كلها قضايا اجتماعية بيتميز بها مجتمعنا المصري والعربي. علاقات بين الناس، إيه السلبيات الموجودة؟ كيفية التعامل مثلا مع أشياء وأفراد فيهم جنوح في بعض الصفات، زي اللي عنده مثلا صفة الحسد، اللي عنده صفة الاستقواء على زمايله بيتوت عضلات وغيرها يعني. ومن خلالها ممكن بنطرح قضايا يعني بتكون معاصرة بقى، أثر اقتصادية أو غيرها، ولكن مش بصورة سياسية، لكن بصورة يعني مبسطة جدا. طب وهل حضرتك رأيت فكرة اختلاف الزمن؟ يعني احنا يمكن كنا لسه بنتكلم انه فلاش يعني حاجة قديمة قوي من على ايامنا يعني، وكل شوية الاجيال بتختلف والتفكير بيختلف والتكنولوجيا بتسيطر اكتر، فهل ده كان مراعى والموضوعات تكون فعلا بتمس الجيل الحالي؟ شوف يا نورة، احنا جينا يعني فلاش صدرت في وقت يعتبر يعني كان مفترق طرق، مفترق طرق ما بين الثقافة المكتوبة اللي هي كانت موجودة من مئات السنين، وما بين ثقافة وتكنولوجيا بقى الإلكترونيات والسوشيال ميديا والحاجات دي. فطبعا كان دي فترة تعتبر حرجة، إنه إزاي إحنا بنستقبل الثقافة الجديدة وفي نفس الوقت احنا متمسكين بثقافتنا القديمه، بس لحد امتى والى اي درجه من التمسك؟ فبالتالي كان هنا النقله يعني اصابت فلاش، وهي تعتبر نوع برضو من التميز، لانه مش كل يعني احنا عندنا مثلا اساتذتنا الكبار الناس اللي هم كانوا، هتكلم مثلا في مجال الكوميكس الفنان الكبير بيكار وغيرهم وغيرهم، دول اشتغلوا وقدموا انتاجهم وابداعاتهم في فترات طويله جدا ورحلوا عن الدنيا وما فيش حاجه اسمها سوشيال ميديا يعني، كان كتاب مستمر يعني. فاحنا الحمد لله احنا في الوقت الحالي يعني نعتبر ماسكين العصايه زي ما بيقولوا من النص، احنا عندنا لسه سلسله فلاش مستمره وبتقدم الجديد دايما في معرض الكتاب كل سنة. وفي نفس الوقت يعني بدأنا نتفاعل بقى مع الأجيال الجديدة من خلال نفس شخصياتنا، ولكن بنوع جديد من الوسائط اللي هو الدراما أو الكرتون، إزاي تبقى مشاهدة. طيب بالنسبة بقى للعصر واختلافاته، صدقوني لو اقول لكم ان الاختلافات ما زادتش ابدا عن اللي انا قلته، ان ده بقى الوسيله فقط اللي احنا بنتثقف من خلالها هي السوشيال ميديا. اي حاجه غير كده ما حصلش فيها اختلاف. ما حصلش خالص اختلاف فيها. فتعتبر يعني احنا مجرد ما بنتكلم معاهم عن طريق السوشيال ميديا بنحط مثلا في احداث القصه الموبايل، يعني مثلا الموبايل ده شيء يعتبر مستحدث في مزبوط. يعني مثلا لو تذكر الفيلم العربي الجميل بتاع عماد حمدي اللي هو بتاع الدواء، احترس الدواء فيه سم، الفيلم ده لو فيه موبايلات ما كانش فيلم اصلا اتعمل. صح، لان هو قائم على ان وسائل الاتصال محدوده. مظبوط. فدي احنا مجتمعنا اتغير في كده، اتغير في انه وسيله الاتصال بقت سهله جدا. مش بس بينا وبين بعض، في احنا كاصدقاء او في بلدنا، ده مع العالم كله. العالم كله بالظبط. كلها نقدر نقول يعني دوسه زرار زمان ودلوقتي لمسه شاشه، يعني نقدر نقولها كده. بالظبط كده. ممكن انسان، انا فاكر زمان لما كان حد عايز يكلم شخص بره في بلد عربي قريبه او كده، كان بينزل السنترال وبيقف يستنى دوره، وبعدين بيزعق وبيتكلم، وبعدين بيقول له انت عايز مده ثانيه ولا لا.
حاليا ممكن هو قاعد نايم على سريره ومتغطي بيتكلم بالساعات من خلال برامج المحادثات. صح صح. طب ما هو الكلام ده كله غير حياتنا، خلى التواصل سهل. وكل التواصل ما يكون سهل كل ما المعرفه بقى بتزيد طبعا، لان بيحصل تفاعل ما بين افراد المجتمع بعضها وبعض. طيب استاذ خالد، برضو عايز اعرف حضرتك، يعني بما اننا بنتكلم عن الاختلاف والتطور، هل قضايا الاطفال من وجهه نظر حضرتك اتغيرت عن زمان؟ شوف شريف، يعني انا مش عارف، انا بتساءل هل حاليا من في وسائل الاعلام والقنوات الكثيره دي هل في برامج اطفال لسه ولا ما فيش؟ حقيقه انا ما اعرفش. قليلين قوي وما بقوش بنفس القوه بتاعه زمان. صح. شوف انا اتكلم عن نفسي، انا راجل يعني عجوز اعتبر، لكن يعني مين اللي شكل يعني طفولتي؟ بابا ماجد عبد الرازق. يمكن انتوا حتى ما تسمعوش عنهم لان كان في السبعينات، وماما نجوى في الثمانينات وبدايه التسعينات. وبقى شخصيات جميله بالظبط زي بقلوز وغيرها وغيرها. فاذا كان ثقافه الطفل في الوقت ده وبرامج الاعلاميه صح. للاطفال كانت بتساهم في تشكيل هويتهم. هل احنا دلوقتي حاليا عندنا هذه البرامج او الاعمال المؤثره؟ انا شايف الحقيقه لا. والشيء طبعا اللي هو يعني مش لطيف انه احنا تركنا اولادنا وتركنا الطفل فريسه لوسائل التواصل الاجتماعي تشكل فيه زي ما هي عايزه. وطبعا احنا كلنا عارفين ان الحاجات دي ما يعني ما هياش مصدر ثقه ان احنا نسيب اولادنا واحنا مطمئنين في طبعًا. افكار غريبه جدا وافكار مضاده لمجتمعنا بتبقى موجوده فيه، وللاسف الطفل لما بيتفاعل معاها ويشوف العالم كله بيتعامل معاها ببساطه بيظن ان هي دي المظبوطه. وده كان من ضمن اسبابنا، اسباب المؤسسه العربيه الحديثه، استاذ مصطفى حمدي رئيس مجلس الاداره، يعني هو قال لي احنا عايزين نقدم كرتون مصري صنع في مصر فعلا، علشان يكون الطفل اللي بيتفرج عليه هو امن على نفسه واهله امنين عليه، ان احنا مش هنحط اي فكره مغايره لمجتمعنا. دي كان من اهم اسباب ان احنا عملنا الكرتون بتاع فلاش. اوكي. طيب حابين برضو نتكلم عن ردود الافعال اللي جت لحضرتك لحد دلوقتي على المسلسل، ايه ابرز تعليق اتقال لك او عجبك؟ والله كتير قوي، لان انا بستقبل رسائلي على الماسنجر، بستقبل ردود افعال من للمشاهدين اللي هم، لو اتكلمنا عن السلسله اسمهم قراء، اتكلمنا عن المسلسل بيتحول اسمهم للمشاهدين. كانوا سعداء جدا بالحلقات بتاعت الموسم اللي فات طبعا، والموسم ده اكتر، لان بدانا نتناول يعني قصه كبيره بنقدمها على حلقه او على حلقتين. مش زي الموسم اللي فات اللي كانت يعني كل حلقه بتتكون من 3 سكتشات فيهم يعني زي فكاهه او نكته كده. فقط. بس احنا طبعا عملنا ده في الموسم الاولاني للتعريف اكتر بالشخصيات، عشان نقدم في كل حلقه ما يعرفش يعرف. بالظبط كده. فالموسم ده هم مبسوطين بموضوع ان الحلقه بقت دسمه، بقت فيها حدوته، فيها قصه. انا منتظر بكره عشان اعرف الكماله بتاعتها ايه. وفي نفس الوقت كانوا سعداء بمستوى الكرتون اللي تميز. من ناحيه التحريك فيه بقى افضل، من ناحيه الخلفيات، رسم الشخصيات نفسها. واكيد طبعا بنشكر المخرج الموهوب حمدي احمد، هو بيخرج الحلقات. وكل الشغل ده كان تحت اشراف المهندسه ايمان، دي مديره الديجيتال في المؤسسه العربيه. لان هما بيعملوا كمان تطبيقات جميله جدا دراسيه، من غير بقى ما نذكر اسماء عشان ما يبقاش اعلان. اللي هو يخلي الطالب ازاي يستغنى عن الدرس الخصوصي، يكتفي بكتاب المدرسه ويعمل التطبيق
هو حي التطبيق هيصحح له كل حاجه و... فدي من الاشياء الجميله يعني اللي برضو التكنولوجيا اثرت فيها بشكل ايجابي. احنا برضو سمعنا ان في منضمين جدد موجودين يعني داخل المنظومه، مظبوط؟ طبعا احنا عندنا في الموسم ده في اصوات متميزه يعني مثلا زي اسلام فوزي اللي هو بتاع نجم اليوتيوب تقريبا او وفي احمد صبري ده من ولاد فلاش واصدقاء عندي من فتره طويله وحاليا هو الحمد لله بقى فنان وبيعمل مسلسلات احمد صبري غباشي وصراحة وغيرهم يعني بس انا مش قادر اتذكر بالظبط لان بصراحه كان في اكتر من 100 شخصيه في الموسم ده. طيب هل المسلسل هيكون 15 حلقه ولا 30؟ لا هو الموسم 30 حلقه لان احنا الحلقه بتاعتنا ما بتزيدش عن 10 دقائق فقط. يعني مدتها مش كبيره بحيث ان احنا ممكن نلم بيها في 15 حلقه. حلوه قوي. انا مبسوط والله من يعني يمكن اسلام فوزي يعني من اصدقاء واحمد صبري وغباشي كمان من الاكاديميه يعني من وكلهم حبايب فلاش يعني ما بالظبط يعني مبسوط كمان يعني ان كمان دور الشباب في التجسيد الصوتي والحاجات دي بيكون برضو يعني دافع شويه للاطفال وهم بيكونوا عارفين مين الابطال اللي ورا الكواليس دي. بالظبط احنا بنعمل حاجه اسمها ميكنج اللي هي بالظبط ايوه بنصور الحاجات اللي ورا الكواليس وان شاء الله هننزلها على صفحتنا عشان المشاهد يستمتع بقى بالحاجات اللي ما شافهاش لحد العمل ما يخرج ليه بالشكل ده. طب هل ممكن نشوف الأبطال فلاش فيلم مش مسلسل؟ والله انت يا نورة يعني لمستي حاجة مهمة جدا، انا فعلا بتمنى ده وبحلم بحاجة زي كده انه يبقى فيلم مدته مثلا ساعة ونص او ساعتين ونعمله على روائع علشان نقدم مستوى عالمي بمعنى الكلمة. أكيد. يعني نقدر نقتحم بيه بعد كده مسابقات عالمية وحاجات زي يعني أتمنى يعني حاجة زي كده وأنا ما أظنش إن الشركة أو مؤسسة العربية الحديثة اللي هي منتجة للعمل هتمانع أبدا في حاجة زي كده. هي دايما بتحب تقدم الجديد ومهما كانت التكلفة بتاعته هي بتقدر عليها يعني. طيب يعني أستاذ خالد برضو نقدر نقول أن أني أصعب يعني تقديم المسلسل مسلسل فلاش ولا فيلم؟ يمكن الفيلم يعني المسلسل عندي انا امتع لاني انا بقدر من خلال 30 حلقه اقدم كل الافكار اللي عندي وكل فكره بتناسب مجموعه من الابطال. احنا عندنا حوالي 75 بطل في فلاش يعني دي عيله مظبوط كبيره كل ثلاث اربع شخصيات بيعملوا اسره صغيره كده دول بيناسبهم فكره ولكن مزبوط. الفيلم احنا بنمشي يعني ورا فكره واحده وبنقدر نوظف لها عدد مهما كان كبير بس هيكون محدود من الابطال الا اذا كانت الفيلم ده يعني تعتبر برضه هتبقى سلسله افلام شيء جميل نتمناه حقيقه. مظبوط. طيب برضه حابه اسال حضرتك عن فكره توجيه قضيه او حكمه او موضوع معين أكون حابة أوصله للأطفال عن طريق الفن، هل شايف إنه ده دلوقتي يعني بيحصل بسهولة ولا مختلف عن زمان؟ الأول كان أسهل ودلوقتي الموضوع بقى أصعب، يعني شايف إزاي الفكرة دي؟ والله أنا شايف إن في الوقت الحالي الموضوع ده بقى صعب جدا لأن المشاهد الصغير يعني عقله بقى يسوي حاجات أكتر من سنه. صح. وبقى يقدر يميز اللهجه اللي بتوجه اليه، هل هي بتقصد شيء معين او بيبقى فيه حاجات ما بين السطور. مظبوط. لذلك الموضوع ده عايز يعني خبره كبيره جدا وموهبه يعني تصل الى اقصى درجه علشان نقدر ندي الرسائل بتاعتنا دي من غير ما ننفر الطفل من العمل او ان هو يبقى باين ان وراه هي طبعا كل الافكار هتبقى افكار بناءه ولكن أكيد. هو ما بيحبش التلقين بالظبط مش عايز حد يقول له اعمل كذا بالظبط كده عايز اجيله مباشره ايوه بالظبط يعني مثلا هدي مثل سريع كده
في عندي شخصية اسمها توتو عضلات. توتو عضلات ده ولد مضطر جدا بقوته، وبيتدرب دايما في الجيم بحيث ان بقى عنده كمية عضلات فظيعة، ومضطر بقى ان هو يفرغ طاقته في زمايله واصدقائه، يضربهم بقى باستمرار ويبلطج عليهم ما تعملش واعمل ولا ما تروحش هنا وارجع بيتك تاني، يعني بيقطع عليهم حتى الطريق. ففي مره شاف ولد صغير يعني اصغر منه بكتير، يعني قد ركبته زي ما بيقول، فبيقول له برضه اعمل وما تعملش وارجع مطرح ما كنت. فالولد مسكه وضربه علقه فظيعه. الصغير؟ ليه بقى؟ ايوه، لانه بطل من ابطال الكونغ فو. وتوتو ما يعرفش النقطه دي. دي شخصيه بالنسبه لي كانت شخصيه ثانويه موجوده في الحلقه دي. لا بس حلوه وليها فكره طبعا واضحه جدا. هي يعني انه كل قوي ما تستهترش بالناس، انت ما تعرفش، ممكن واحد تستهتر بصغر حجمه لكن هو يكون افضل منك في حاجات كتير. ما تمارسش يعني او ما تفتريش على الناس، صح، لان ربنا هيجيب لك برضه اللي يخلص منك حقهم. صح، اكيد هي دي فيها فكره، لكن هل الفكره جت بشكل تلقيني؟ لا بالظبط ما جاتش. فيعني الحمد لله انه انا بعتبر دي نعمه ربنا مديها لي، ان انا بقدر اثر في المشاهد في القارئ، بوصل الرسائل اللي بعد كده هتكون يعني من اعمال الواحد عملها في الحياه وتستمر يعني اطول فتره. طب استاذ خالد برضو يعني معاك دلوقتي قلت عن الشخصيه الثانويه اللي طالعه اللي يعني قدرت تتغلب على توتو عضلات، برضو عايز اعرف مين ممكن تكون الشخصيه القريبه لحضرتك في من خلال الشخصيات والابطال الموجوده. شوف انا بحب قوي علام، لانه علام يعني هي شخصيه انا بعتبرها مركبه، هو بيظن ان هو مثقف جدا وان هو على علم بكل شيء، بينما هو ثقافته على قده جدا جدا. وللاسف انا شايف ان الشخصيه دي موجوده يعني في مجتمعنا، ان الانسان مش يعني بيشوف ان عيب ان هو ما يفتيش في حاجه، فلازم يفتي في كل شيء. طب ما هو مش كل المجالات احنا عارفينها، المفروض ان انت تقول مثلا او في مجال ما تفهمش فيه لما تسكت او تسال، صح، ده مش عيب. لا طبعا، العيب ان انا افتي في حاجه انا مش عارفاها. ايوه بالظبط كده. يعني وفي كمان اتفضلي. لا انا بس حابه اشكر حضرتك جدا، نورتنا، وان شاء الله كده مزيد من فلاش وكذا موسم في السنين اللي جايه، محتاجين ده جدا، والاجيال اللي جايه محتاجه ده جدا. بشكرك جدا الكاتب الكبير خالد الصفتي، نورتنا. الله يخليك، ألف ألف شكر ليك، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب بخير. فكرة حلوة جدا، وحلوة ان احنا نحاول نرجع الأطفال تاني. يعني القراءة طبعا مهمة جدا، ولكن ان انا اعمل لهم توعية برضو عن طريق الفن اكيد دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى تنورنا الكاتبة سميرة عبد القادر، وهي مهتمة طبعا بالمطبخ المصري والتراث المصري في الاكل، واتكلمنا بالتحديد النهاردة عن المطبخ الصعيدي. خليكم معنا بعد الفاصل، فقرة حلوة قوي. مثل ممكن يكون كلنا كده بنسمعه، بيتقال دايما كده، ممكن يكون في الصعيد، ويمكن اهل الصعيد دايما هم اللي بيرددوه، يعني يتقال ايه اللي احلى من العسل؟ قال المش اللي ببلاش. يمكن كلنا كنا بنسمعه وممكن نكون مش عارفين ايه المثل ده وجاي منين، بس ممكن يكون جاي طبعا من اكله المش، ويمكن كمان ان هي كانت يعني اساسها جاي من الصعيد، وهنعرف برضو تفاصيل كتير جدا عن الاكل المصري وكمان الاكل الصعيدي والتراث بقى في الاكل كده يا جماعه. وانا شايف ان دي فقره مميزه جدا، واحنا صايمين كده ان احنا نقعد نتكلم فيها علشان ايه؟ لان نقدر اكتر ونتعب معاكم اكتر. عامه
خلينا نرحب بضيفتنا، نعرف منها بقى كده باستفاضه كده تراث الاكل. سميره عبد القادر منورانا، ازيك يا سميره؟ عامله ايه؟ الحمد لله زحمه. منورانا وكل سنه وانت طيبه وبخير يا رب دايما. ميرسي قوي. وحضرتك طيب؟ كل سنه وانت طيبه يا سميره. وحضرتك طيبه. ميرسي. طيب هسالك سؤالين في سؤال، اوكي؟ يعني اولا ايه شغفك بفكره المطبخ الصعيدي او بالمطبخ بشكل عام؟ وتاني حاجه اهم حاجه بتميز المطبخ الصعيدي او اللي حببتك فيه؟ هو عموما انا مهتمه بالمطبخ المصري بشكل عام وتراث المطبخ المصري وتاريخه وكده. المطبخ الصعيدي بقى ده طبعا مميز لان هو يعتبر يعني كان يعتبر مركز المطبخ المصري قديما، وفي اكلات كتير فضلت متوارثه وانتشر، مش بس انتشرت داخل جمهوريه مصر العربيه، لا دي انتشرت كمان في الدول المحيطه يعني. فالمطبخ الصعيدي يعني تحس ان هو يعني مش واخد حقه يعني، محتاجين ان احنا نهتم بيه اكتر ونعرفه للعالم يعني. طب ايه اكتر حاجه بتميزه يعني؟ والله هو حاجات كتير يعني. هو ميزه المطبخ المصري والمطبخ الصعيدي بشكل خاص ان هو مطبخ شامل، ما نقدرش نقول ان هو مميز في حاجه معينه يعني. بس نقدر يعني لو هنختار حاجه ممكن نقول المخبوزات وانواع الخبز والعيش وكده. ده في الصعيد؟ في الصعيد اه طبعا عندهم انواع عيش يعني احنا يمكن في القاهره ما نعرفهاش، العيش الشمسي والبتاو والمرحرح وحاجات تانية. أنا سمعت حاجات لكن ما اعرفش اشكالها ايه يعني، ممكن ابقى عارفها بس بالسمع. لا هي فعلا عندهم حاجات كتير وحاجات يعني متميزه ويعني وصفات متوارثه من الاف السنين. أيوة. يعني العيش الشمسي ده يعتبر اقدم عيش حمضي بيتعمل بخميره حمضيه من ايام الفراعنه. من ايام الفراعنه. ايوه احنا من يعني اقدم انواع يعني الخبز المختمر في العالم. ايوه. ايه بقى موضوع ان الاكل الصعيدي ده مورث من ايام الفراعنه او معظمه يعني، واخد اصلا يعني نقدر نقول التاريخ الفرعوني في الطبيخ بالذات؟ هو التاريخ الفرعوني، الفراعنه كانوا يعني يعتبروا يعني اول ناس في العالم عملوا الخمائر والعجين المختمر والخبز اللي هو يعني العجين المتطوره اللي احنا بنعمل منها بقى دلوقتي مئات انواع المخبوزات والبيتزات. يعني القدماء المصريين هم اول ناس عملوا العجين المتطوره دي، اللي هم طحنوا الحبوب والقمح بحيث انه بقى ناعم خالص شكل الدقيق زي ما بنعمله دلوقتي، البودره. عملوا بقى بعد كده بقى خلوا العجين يختمر ويعملوا بقى انواع الخبز اللي هو المختمر. بعد كده بداوا، كان في بقى مشكله بعد كده واجهتهم ازاي يحتفظوا، ما كانش في ثلاجات طبعا زمان، ازاي يحتفظوا بقى بالعجين المختمر ده فترات طويله، فلجأوا ان هم يقطعوه ويحمصوه اللي هو بعد كده بقى الفايش اللي هو اقدم بقسماط في العالم يعني. فلا المطبخ الصعيدي يعني مش ليه فضل على مصر بس، لا ده على العالم كله. هو الفايش فعلا صعيدي. طب خليني اسالك ايه الاكلات اللي هي اصلها بقى صعيدي واحنا بناكلها يعني؟ المش الويكا مثلا بتكون مشهوره قوي في الصعيد. هو خلينا نقول يعني مش الصعيد بس، عشان بس بقيه القرى ما يزعلوش يعني. هي طبعا الاكلات دي كانت موجوده في مصر القديمه عموما يعني الشمال والجنوب. لكن طبعا الصعيد مشهور. قصدك منبعها مش الصعيد يعني؟ موجوده من زمان. هي حتى لو اشتهرت طبعا بدات من الصعيد، لان المنف كانت سوري طيبه كانت عاصمه مصر القديمه لفترات طويله. لكن هي كانت موجوده برضو في باقي المحافظات في شمال مصر. لكن خلينا نقول مثلا الصعيد كانوا متميزين لانهم يعني لما الناس زمان ايام القدماء المصريين طبعا دماغهم يعني كانوا بقرة، فكانوا يعني بيلجأوا لطرق كتير قوي في تطوير الطهي، حفظ الطعام لفترات طويلة، فكانوا بيلجأوا مثلا للتجفيف. البابية من أكتر الخضروات اللي كانوا بيستخدموها يعني في الطعام. فكانوا بيعملوها بقى الويكا اللي هي الشوربة اللي لغاية دلوقتي معروفة في الصعيد. ساعات كانوا بيجففوا البابية، ساعات كانوا بيعملوا. هي الويكا دي علشان تتعمل متهيألي لازم تجفيف للبابية. لا هي ساعات بتتعمل بطريقتين، ممكن خضرة ممكن مجففة. البامية بأنواعها حتى كمان ساعات كانوا بيطحنوها وبيعملوا منها الخبز، بيدخلوها في صناعة الخبز، خبز بالبامية. ده هيلسي قوي. هما كانوا بيتفننوا في الخبز يعني، كانوا بيعملوا بطرق كتير جدا، كانوا بيدخلوا فيه حبوب، أنواع حبوب وأنواع خضروات، حاجات يعني احنا لغاية ما نتخيلهاش يعني. طيب بصي أنا في يعني أنا يعني هاخد الموضوع في حتة تانية شوية. هو الكشك ده مين اخترعه؟ جاي منين؟ لا الكشك ده موجود في مصر من زمان برضه. من الاف السنين. هو مصر كانت معروفه انها عاصمه. انا بحبه جدا بس انا دايما باجي ابص له كده بقول يعني رز بلبن حادي وانا صغير. ايوه يعني. ايوه هو فعلا هو فعلا رز بلبن يعتبر امتداد الكشك المصري. يعني هقول لحضرتك الكشك معروف طبعا، مصر زمان كانت عاصمه يعني الاحتلال الروماني، كانوا بيسموا مصر اللي هي مخزون الغذاء العالمي يعني، كانت مصر بتصدر القمح للعالم كله. فكان القمح برضه المصريين كانوا بيعملوا منه اصناف كتير، حادق وحلو. هما طبعا زمان ما كانش فيه سكر فكانوا بيحلوا بالعسل يعني. يعني البليله مثلا كان ده يعتبر الكشك الحلو، كانوا بيعملوا قمح باللبن بالعسل.
ده كان صنف بيحتفلوا بيه بقى، وكان عندهم يوم زي يوم عاشوراء كده اللي هو اليوم العاشر، كانوا احتفال اللي هو احتفال حصاد القمح، كانوا بيوزعوا بقى اللي هو اصناف كتير من القمح، من ضمنها الكشك اللي هو القمح اللي هو معمول بالمطهي بالمرقه، كانوا يعني بيسيبوا القمح يستوي على نار هاديه كده مع اللحمه لغايه ما يبقى اللي هو زي الهري اللي هو بسميه يعني. في العصور الوسطى كانوا بيسموه هريس يعني لان القمح واللحمه كانوا بيتهرسوا خالص في الشوربه فبيسموه زي الهريس، فهو الكشك من الحاجات المعروفه من زمان. بعد كده برضو عشان يحتفظوا بقى بالقمح بدل ما كل شويه، يعني هو القمح بياخد وقت طويل شويه في التسويه، خصوصا الانواع القديمه المصريه كان في نوع اسمه امبر كان قمح يعني صلب شويه، فبدل بقى ما يقعدوا يسيبوه على النار كانوا برضو بيخترعوا طريقه اللي هو يجففوا القمح، يخلطوه بانواع من اللبن المختمر ويسيبوه يخزنوه عندهم اللي هو معروف دلوقتي بالقمح الصعيدي اللي كور كده، قمح ما بيحطوا عليه مواد معينه وحليب مختمر وكده عشان يحتفظوا بيه لاطول فتره ممكنه، بحيث ان هو لما يجوا يستخدموه في الطهي ما ياخدش وقت. بالظبط يعني يبقى سهل ما بقاش ناشف زي بالظبط. بعد كده بقى في العصور الوسطى لما زراعه الارز دخلت مصر بقوا يستخدموا الارز في الطهي بدل القمح. ايوه فظهر بقى بعد كده اللي هو اللي بنسميه الكشك الالمازيه، وهي كلمه كشك على فكره اللي احنا بناكله العادي اللي احنا بناكله بالرز. بالظبط. وفي كشك تاني في كشك بدقيق بس من غير بقى لا قمح ولا رز. ده اسهل انواع الكشك، وده كان معروف في مصر في القرن الرابع عشر باسم الحريره، بس غير الحريره المغربيه يعني. بالظبط. كان برضه عباره عن شوربه بيحطوا عليها دقيق بس. أوكي. وطماطم واللي هي بقايا بقى الفراخ والحتة دي كانوا بيسموها الحريره. بعد كده كلمه كشك كمان اصلا كلمه قبطيه اسمها كسر القمح، يعني كانوا لانهم كانوا ساعات بيعملوه من كسر القمح، فهي اصلا كلمه مصريه كلمه كشك يعني، وانتشرت بقى في البلاد المحيطه بقوا بيسموها هريس وحاجات تانية، بس هو اصلا من الاف السنين في مصر يعني. اوكي. طب هم يعني في اكله كده مكتوبه اكله صعيدي بس احنا مش عارفين هي دي ايه. بس انا مش عارفه، انت خايفه الناس تضحك عليا. ايه بحرف الشين؟ شلولو ولا شلولو؟ شلولو. شلولو. شلولو هي. يبقى هنتريق عليها. يبقى هنتريق عليها. وانا اول واحد مش هستنى الناس. شلولو. لا ما هي شلولو هي الملوخيه المجففه. بجد؟ طب ما نقول ملوخيه يا جماعه، ليه كاتبين لي شلولو؟ ما هي برضه من ضمن زي ما قلت لحضرتك يعني كانوا بيجففوا الخضار لان هو بحيث ان هم يحتفظوا بيه لفتره طويله، فكانت الملوخيه برضه بيجففوها. وبيعملوها بقى على طول، هي تعتبر زي السلطه شويه، انا بعتبرها سلطه. دي الملوخيه اللي مش بتتغسل، في حاجات كانوا يعني بسمع إيه مش بتتغسل. لا في يعني يقول لك المجففه بيقول لك ممكن ما يغسلوهاش مش عارف يعملوها. هم لو واخدينها من الارض على طول بيجففوها مباشره فعلا احيانا. أيوة. بس هو عادي يعني، هي بتتغسل عادي. لا طبعا ازاي يعني تاكلها؟ لا انا ما اكلتهاش، انا ما اكلتهاش، بس انا سمعت المعلومه دي لان انا عندي شغف جدا بالاكل، او ما بيبانش عليا الحمد لله، بس عندي شغف. وانت تعرف مين ما مش باين عليا الكاميرا مش باين فعلا مش باين. طيب يعني هي فعلا زي ما انا بقول زي ما سمعت ان احيانا فعلا هو يعني بيبقوا واثقين في الارض بتاعتهم يعني، فكانوا ساعات بيبقوا عارفين ارضهم والميه نظيفه وكل حاجه ومفيش مبيدات مفيش اي حاجه، فيقول لك. بس هو حاليا طبعا كل حاجه بتتغسل الاول قبل التجفيف يعني. حاليا فهو اهم حاجه بس ان هي بيجففوها بطريقه معينه بحيث ان هي ما يعني انت فعلا لو جبت الشلاوله وده ولو جبت الملوخيه مجففه مش هتلاقي فيها حته سودة ولا حته بايظه، لا يعني هي خضرة. بودره خضره كده كانها طازه. هم اليوم تكنيك معين كده بصراحه يعني، اهل الصعيد كتر خيرهم ان هم محافظين على تراثنا من الاف السنين يعني. اوكي. طب هل مثلا بيستخدموا بهارات كتير ولا لا؟ لا لا. الاكل مثلا يعني احنا عندنا هنا في القاهره بنحب الرز، الرز ده اساسي معانا في كل الوجبات، هم هناك هل العيش هو اللي اساسي ولا لا؟ السفره نفسها بتتكون من ايه يعني؟ الشوربات، السلطات، الحاجات دي ايه؟ هو يعني اهل الصعيد هم اكلهم مختلف شويه عن مصر، عن يعني عن القاهره. الرز مش اساسي قوي، هم عندهم طبعا انواع الخبز، الملوخيه مثلا والويكه بيحبوا ياكلوها خصوصا في النوبه، بياكلوها مع حاجه اسمها خبز الدوكا. الدوكا ده حاجه عامله زي الكريب كده يعني. أوكي. هو عجينه بتبقى سايله شويه. وبيعملوها على زي صاج كده، ويعني زي الكريب بالظبط، نفس فكره الكريب. ده بيحبوا قوي ياكلوه مع الويكا والشلاوله والملوخيه. العيش الشمسي طبعا عندهم ده اساسي بقى مع كل الاكلات. ايه ده شكله عامل ازاي؟ اصل انا في عيش كده بشوفته بيتحط زي على مخده. ايوه هو ده. فجاه مره واحده كده زي كانوا بيحطوا في جنب كده في
في فرن في حاجه زي كده؟ لا مش فرن، هو بيتهيألي بيتعمل في الشمس حاجه تحت الارض. لا بيتعمل في الفرن برضه، هو بيختمر في الشمس بس هو بيتسوى برضه في النهايه في الفرن، بس هو نفس الطريقه برضه من يعني حتى لو شفت الصور على المقابر نفس طريقه العيش الشمس، نفس طريقه التخمير والتسويه اللي هي زي ما قلت لحضرتك المخدات اللي بيحطوها عليها. ايوه بالظبط. فده بقى من العيش ده يعتبر حاجة أساسية جنب كل الوجبات عندهم. حتى ساعات بيعملوا منه بقى مشروبات مختمرة، ده موضوع تاني يعني. أنا شفت حاجة هقول لك، شفت صورة كانت منتشرة على الفيسبوك، استنى بس اتحمست. أيوة كان حد منزل عصير لازم بيشربوه في رمضان تقريبا، كان في النوبة أو أسوان. العصير ده زي حتة عيش بالظبط، هو ده وعليه حاجة كده لونها أورنج أو يعني لون برتقال، ليمون وعيش وحتت عيش وحاجات كده، قالوا انه ده اساسي في رمضان. هو اعتقد حضرتك تقصدي البوظه؟ مش هو البوظه، هما بيسموه بوظه. هو ده مشروب مشهور قوي في الصعيد وفي قرى برضه، في كل قرى مصر يعني، حتى في الشرقيه برضه عارفينه. البوظه ده كان بيتعمل من حاجه اسمها ابريه. الابريه ابريه ده معروف اكتر في النوبه. ايوه ده برضه بيتعمل من خبز، الخبز اللي قلت لحضرتك عليه هو الدوكه، الخبز المجفف. بس الخبز الرقيق اللي هو بيتعمل زي بيعملوا منه برضه مشروبات. هو كل ده من كل ده حاجات متوارثه من زمان، لان ايام قدماء المصريين برضه اول ناس عملوا يعني هم اخترعوا التخمير في حاجتين، في الخبز وفي المشروبات. اوكي. فاول ناس كانوا بيعملوا البيره مثلا. ففضلت الوصفات دي متوارثه بقى بطرق كتير قوي يعني، دي عايزه موسوعه لوحدها. اللي هي طرق المشروبات المصريه اللي كانت بتتعمل من الخبز ومن القمح ومن الشعير ومن الرز. اللي هي بقى امتدادها لغايه دلوقتي معروفه بالبوظه والسوبيا والحاجات دي. فمن ضمن الوصفات فعلا كانوا بياخدوا بقايا الخبز المختمر، لان هو فيه خميره جاهزه فبيعملوا منه مشروبات، بيحطوا ميه وينقعوه شويه. بس احنا طبعا دلوقتي يعني بنعمله بطريقه ان هي ما تسكرش، هما زمان ما كانوش بيسكروا برضه، بس احنا محرصين ان هو ما نسيبوش يختمر فترات طويله يعني. بس لو شفنا حتى الافلام القديمه والحرافيش والحاجات دي كانوا ساعات في حاجه مشروب اسمه البوظه. بيشربوه في حاجه كده ابيض. بالظبط، هو ده كانوا ساعات بيسيبوه يختمر لغايه، هي نفس البوظه اللي هي بتعمل من الخبز والشعير، سيبوه يختمر فترات طويله. فهو زي ما قلت لحضرتك العيش الشمسي بيعملوا منه البوظه، هو مشروب حتى معروف من المشروبات الرمضانيه، ساعات حتى بيعملوه من الدقيق بالطريقه السهله بقى بتاعت ربات البيوت دلوقتي، دقيق وميه وحطوا عليها شويه خميره، سيبوها بس يختمر يعني ساعتين ثلاثه، سكر بقى وحطوا فوق الوش اي حاجه انت عايزه تضيفيها، نعناع ناشف، ليمون، فانيليا، اي حاجه. عرفت الوصفه؟ بيبقى حلو جدا. عرفت الوصفه، بس لا دي انا لازم اروح النوبه اجربها. أيوة. يعني مش هجرب انا مش هجرب انا اجربها عند اصالها بالظبط كده. طيب لو هنتكلم بقى عن مش زي برضو الملوخيه المجففه والبيبه المجففه والحاجات القديمه بدات ازاي الموضوع ده؟ هم بقول لحضرتك عبقريتهم ان هم كانوا بيشغلوا دماغهم دايما ازاي يحتفظوا بكل الاكلات، الاكل يطول معاهم. فالمصريين طبعا الجبنه القريش دي كانت زمان اللي هي ستات البيت بتعملها كده، بتصحى من النوم تعملها في البيت كده، كانت من اسهل وصفات يعني، كانت منتشره جدا. هي اصح، بيقولوا اصح جبنه. بالظبط، افيد جبنه. فكانت برضو عشان يحتفظوا بيها يعني، انا قريت مقاله اجنبيه من علماء المصريات كانوا بيقولوا ان هما ساعات بيدفنوا الجبنه في التربه المصريه. طبعا الطمي المصري كان معروف، فكانوا يعني بيلفوا الجبنه في حاجه ويدفنوها فترات طويله، يملحوا الجبنه ويدفنوها. فكانت بعد كده ظهرت بقى اللي هي ايه، المش. المش ده من اقدم انواع الجبنه المعروفه يعني في مصر. هو اللي ما بتبص ده زي فكره الفسيخ كده اللي هو بنغرقه ملح ونحط من ضمن التمليح في ايه؟ لا فسيخ لا. بس يا ابني ده حاجه فظيعه، ده تحفه. ده بالعكس المفروض نفتخر ان احنا من اول الناس اللي عملت التمليح وحفظ وتجفيف الاسماك. مفيش مشكله، انا افتخر معاك واسقف من بعيد، بس مش ما فيش عايزين نشوفك يوم شم النسيم، بس ما تظهرش معايا. لا باكل رنجة عادي وبصل عادي. طب صحيح زي الفسيخ برضو في الموضوع. ما هو طرق التجفيف نفس. طرق التجفيف. طيب هل الاسماك بتظهر على السفره بتاعتهم، ولا بيعتمدوا اكتر على البروتين الحيواني اللي هو من اللحمه او الطيور او كده؟ الاسماك طبعا معروفه برضو، لان احنا عندنا طبعا نهر النيل وبحيره يعني بحيره ناصر فيها يعني غنيه جدا بالاسماك، فهم طبعا عندهم مشهورين بالاسماك. ونفس يعني طرق الاسماك دلوقتي في مصر ما يعني مقاربه. مقاربه، خصوصا طريقه الشوي والشوي بالرده والحاجات دي. حلو. في ايه تاني؟ في ايه تاني ممكن نكون مش ما نعرفوش على المطبخ الصعيدي؟ تقدري تقولي لنا عن والله هو زي ما قلت لحضرتك هم وصفات الخبز عندهم. ممكن نتكلم مثلا عن الرقاق.
يعني الرقاق ده برضو من اقدم انواع الخبز المصري. هو الخبز المسطح عموما كانوا بيسموه كده في كتب التاريخ، الخبز المسطح اللي هو ما فيهوش خميره. يعني كانوا بس بيجيبوا الدقيق يا جنوب ميه، يفردوا العجينه كده، يعني عجينه رقيقه كده يفردوها على الصاجه وخلاص، كانوا بيسموه الخبز المسطح. فالرقاق ده من انواع الخبز المسطح، بس كانوا بيعملوه طبعا هم طبعا بيتحكموا في السماكه يعني. ده الناشف ولا ده الطري؟ هو ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده، هو بس الفرق ان انت لو عايزه طري بتطلعه من على الصاجه تغطيه، فبخار الميه بيخليه طري. زي اي عيش طبيعي، ما تعرضوش للهواء، ما تسيبوش ينشف. لكن لو عايزه ناشف عادي بتطلعه وتسيبه ناشف، يعني مجرد ما يستوي على الجنبين بيطلع وينشف. فهما بقى عندهم انواع الرقاق ده، عندهم حاجه بقى الفتات بتاعتهم بقى. الرقاق اللي هو يعني في حاجه اسمها السخينه مثلا، ده عباره عن رقاق بيعملوه في الشوربه، يعني يطرى كده بس في الشوربه ويتقطع شرايط، وبيتحط عليه بقى البصل المحمر والشوربه. ده اللي الفرنسيين خدوا منها بقى فكره شوربه البصل، هو فكره ان انت بتسوي الحاجه في بصل كتير متكرمل. اوكي. فهم بيكرملوا كميه من البصل ويعملوا يحطوا عليها الشوربه، فالبصل الشوربه بقى يعني لونها غامق كده شويه، وبعد كده يحطوها بقى على اللي هو الرقاق المتقطع ده. فدي السخينه دي اكله مشهوره جدا، وساعات حتى بيعملوها بالعيش الشمسي برضه، هما يعني انواع الخبز عندهم كتير ساعات بيغيروا فيها يعني. فدي من الاشهر، ودي من حاجه من اللي نفسي تنتشر في مصر تاني، لان هي زي ما قلت لحضرتك في بلاد في ناس مش متخيله ان شوربه البصل بدات من مصر يعني. واكل حلو جدا وظريف يعني، ومختلف عن الرقاق التقليدي اللي احنا بنعمله المحشي لحمه مفرومه. بس في بقى عندهم حاجات بقى تانية اللي هي البسيس بقى والمفروكه والمخروطه. لسه كنت اسالك، ايه المفروكه والعصيده والمخروطه والمفروكه؟ هو العصيده عارفه الحلويات اللي طالعه اليومين دول، المدلعه والمتشخلعه، هي نفس الفكره. مش معانا دي المدلعه؟ لا يا فندم، دي المتشخلعه. يا عم اخلص بقى، عايزينها. هو عندهم المفروكه حاجه زي الكسكسي كده شويه، بس بتعمل بالقمح. دي انهي؟ دي اللي اسمها ايه؟ المفروكه. المفروكه هو ليها اسماء كتير، يعني في قرى تلاقيها بتسميها المفروكه، في قرى بتسميها البسيس. انا قلبي معاكي والله بالمصطلحات والاسامي اللي لا هي فعلا المشكله ان ساعات المصطلحات بتختلف، يعني مثلا انا ممكن اكتب وصفه او معروفه مثلا باسم البسيس، الاقي ناس من قريه ثانيه لا دي المفروكه بتاعتنا، فاسماء مختلفه فعلا من قرى لقرى يعني. فهو المفروكه دي هو زي ما قلت لحضراتكم طبعا القمح، يعني المصريين من زمان بيتفننوا في طرق القمح، فكانوا بيجيبوا حبوب القمح ينقعوها ويسلوها برده نص سلقه كده وبيعملوا هنا يفركوها. ايوه يفركوها بدقيق. اوكي. فهي عباره عن قمح متغلف بدقيق. تمام. وبرده بيسيبوه ينشف شويه ويتسل بقى ويتاكل زي البليله كده. تمام. والمخروطه، المخروطه دي اللي هي الباستا طويله صح؟ دي اقدم انواع الباستا وعليها سكر. فهم بيعملوها حاليا بياكلوها بمسكر، بيحطوا عليها عسل اسود كمان. ايوه. بس هي اساسا يعني في مصر في العصور القديمه كانوا بياكلوها كاكل عاديه، يعني بدل الرز دلوقتي كده عندنا والشعريه. ماشي. والعصيده، هي العصيده دي العصيده دي برده من الحاجات اللي ليها طرق كتير، يعني هي العصيده دي ممكن نعتبرها كده زي سد الحنك. ايه سد الحنك؟ احنا ما نعرفش سد الحنك. هو عباره عن قمح، هو سد الحنك المعروف يعني حاليا في مصر عباره عن قمح متحمر، سوري مش قمح، دقيق متحمر. حطوا عليه ميه او حليب، في بعض القرى بيسموها حلاوه الدقيق. فهي دي يعتبر من انواع العصايد. بس كده هو سد الحنك كده؟ بس هو كده سهل جدا، دقيق وميه او لبن، دقيق متحمر وقمح. دقيق مش قمح، دقيق متحمر وميه او لبن وعليه سكر بس. بس كده؟ هو ده سد الحنك؟ بس هو سهل جدا. إيه على فكره الامهات زمان كان اي حد مثلا من الولاد عايز ياكل حاجه مسكره بالليل اقوم اعمل لك سد الحنك. عشان كده سموه سد الحنك. ربنا يستر والله. نورا شكلها واخده الفقره دي، هتروح تجربها كلها في البيت. كله قلبي مع اهل بيتها والله العظيم. ربنا معاكم يا جماعه واسترها عليكم ان شاء الله. هي العصيده دي شبهها؟ العصيده شبهها، ساعات بقى بيعملوها على طول ميه ولبن، سوري ميه ودقيق على طول من غير ما يحمروا الدقيق في الاول. بيستسلوا ساعات، بيحطوا عليه منكهات بقى. في ساعات بيحطوا عليها حلبه، دي اسمها معروفه في الصعيد بالمديده. عباره عن عصيده معموله بالحلبه.
دي صعبه قوي دي. لا مش صعبه هي هي برضو لا انا بقول صعبه كريحه يعني. والحيده طبعا الحلبة قويه جدا. بس قويه قوي المشكله في الريحه فعلا بس هي ليها فوائد طبعا عظيم. في بقى ساعات كانوا بيعملوها بدقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه. يعني كان في وصفه في مصر في القرن الرابع عشر في كتاب كنز الفوائد في تنويع الموائد معروفه برضو من انواع العصايد عباره عن سميد نفس طريقه سد حنك سميد متحمر في سمنه نحطه عليه ميه وسكر بس هو السميد افيد شويه من الدقيق وطعمها حلو جدا. عايزه اقول لك تركيا يعني بتلم سياحه بالوصفه دي وهي اصلا بتاعتنا من القرن ال 14 بيجيب لهم بس شكل الدقيق المتحمر وهو بيتهرس في الميه كده شكله حلو جدا يعني. لكن برضو عندك معلومه ان هم برضو واخدين مننا فكره القهوه التركي وسموها قهوه تركي اصلا بالظبط الاصل بتاعتنا احنا معظم قهوه مصري يعني قهوة مصري من الأساس يعني هم معظم أكلاتهم يعني واخدينها من مصر والحلويات كل حاجة طيب لو هنتكلم عن اللحوم بقى المجففة بتتعمل ازاي؟ ايه اللحوم المجففة دي؟ في بقى لحوم مجففة ايه اللي هي ايه؟ في حاجات كتير بيف كده بتتباع في أكياس بتبقى حاجات ناس بتتاكل لا أنا عايز أعرف المعلومة عن اللحوم احنا بنسأل أنا جاي أسألهم هو برضو في لو شفنا برضو كتب الطبخ التاريخية هنلاقي وصفات كتير جدا للحوم المجففة والمملحة وحتى كانوا بيعملوا حاجة زي المدخنة يعني كان شرايط لحمة شرايح لحمة بيقطعوها رقيق خالص ويعلقوها على خطاف كده وبعدين يحطوها فوق فرن حاجة في زي فرن في الأرض كده بيحطوا بقى عليه كل الأعشاب العطرية اللي أنت عايزاها عايزة بقى تحطي معرفش قرنفل والجوز الطيب حاجات بقى وكان في أنواع بهارات كمان إحنا ما نعرفهاش دلوقتي يعني في أسماء كده هنلاقي أسماء حاجات إحنا ما نعرفهاش فيطلعوا بقى اللي يحطوها فوق اللحمة اللي هي المتنشفة تاخد كل النكهات دي فدي كانت طرق موجودة زمان بس أنا ما أعتقدش إنها موجودة لغاية دلوقتي في الصعيد يعني بس هو المصريين فعلا على مر العصور كانوا يعني بيتفننوا في طرق التجفيف والتمليح يعني حاجات والتدخين يعني حاجات ما تتخيلش قد ايه المطبخ المصري كان متطور هو يمكن كانوا بيلجأوا برضه للتكفيف شويه لان هو بيفضل عايش فترات طويله ما بيبص او اي حاجه ويقدر ان هو يكون بالظبط طب السفره في رمضان بتختلف عن الايام العاديه في الصعيد؟ هو احنا عموما كمصريين يعني في رمضان بنهتم شويه بالمطبخ طبعا فلو في اكله مثلا صعبه بنحب نعمل اكتر اكلات بنحبها بقى يعني هما في الصعيد بيحبوا يعملوا زي ما قلت لحضرتك طرق الرقاق والسخينه والبسيس والحاجات دي الحاجات دي المشروبات بقى البوظه بيهتموا بيها في رمضان اكتر حتى في بياعين حتى بيبيعوها في الشوارع يعني زي بياعين العرقسوس والصوبيا كده في القرى معروف عندهم بياعين البوظه يعني فانا دي من الحاجات اللي انا مفتقداها ونفسي المصريين لان الاجيال الجديده ما عرفوش الحاجات دي خالص يعني يعني بيروحوا تركيا ينبهروا بالبوظه عادي عندنا على فكره روحوا الصعيد هتلاقوها سميره نورتينا جدا واتبسطنا بالفقره دي قوي 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 وقلت لنا معلومات جديده كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبه شكرا ليك يا سميره شكرا متشكرين يا شريف العفو يا فندم اتفضلي بيتك مطرح خلصت حلقتنا النهارده استنونا بكره ان شاء الله حلقه جديده من إن بوكس باي باي